السلام عليكم. اليوم جبت لكم شليضه كامله مكموله صحيه ومغذيه، رافقوا بها شهيوات عيد الاضحى، الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والهنا وراحه البال. لويناتها زاهيه كتشهي، ماشي ولا بد ديروا نفس الخضار اللي درت انا، ممكن تستعملوا اللي موجود عندكم اللي كتفضلوا، وممكن تستعملوا مع حتى الارز او لي بات. انا درت ايبلي كيبقى ساهل ودغيا كيوجد. كنشكركم مسبقا على حسن المتابعه، ومرحبا بالناس اللي عاد انضموا للقناه. الى عجبكم المحتوى ما تبخلوش عليا بلايك، وديروا ابوني وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي. اول حاجه سلقت ايبلي، غتلقاو ان شاء الله المقادير مضبوطه في صندوق الوصف، وغسلتو نيشان منين تسلق بالماء بارد، وخليته حتى تسقطر مزيان وبرد، وضفت له المايس والفكوس حتى هو قطعته طريفات صغار وضفته ليه. وبالنسبه لا سيزون مو غندير له معلقه كبيره د عصير الحامض، وشويه د الملح حسب الذوق، وشويه د الابزار، وغنضيف له واحد المكون بالنسبه لي انا اساسي، وانتم ما بغيتوش تستعملوه تقدروا ما تستعملوش، غير هو المايونيز راه تخلي لا فينيسيون تجي زوينه، حيت انا بغيت نديرو في مول، ومنين نقلبو نديمو ليه سمحوا ليا كيبقى قابط راسو مجموع، يبقى هو هذاك. وهنا غطيت المول بالسلوفان وغندخلو الثلاجة يبرد تماما على بال ما نوجد باقي المكونات. فمقيله ما كتلصقش غندير قياس معلقه كبيره زيت نباتيه، وجوج معالق كبار زيت بلديه، وشوي ورشيده ديال الثومه والملح والابزار، وغنشحر خيزو اللي ديجا انا سلقت قطعته طريفات صغار وسلقته بالحق بقاقا بطراسو. غير سمحوا لي البنات بزاف مشات ليا، المهم مشى ليا لا فيديو المقطع اللي فيه خيزو مشى ليا ما عرفتش كيفاش، غير سمحوا لي. المهم شحرت خيزو مزيان، وحتى التالي عاد كنضيف له عصير الحامض باش يبقى المذاق الحامض باين، يعني قبل ما نطفي البوطه كنضيف الحامض، ما كنضيفوش في الاول باش ما يتبخرش، يبقى باين ويجيني محمض ولذيذ وزوين. وفي نفس المقيله بلا ما نكثر علينا كثره الماعن، وبنفس العطريه يعني زويته نباتيه وزويته بلديه والابزار والثومه بودغ والملحه، يعني نفس المكونات غنشحر بهم حتى هما جلبانه اللي كنت ديجا سلقتها من قبل. غتلاحظوا بلي هاد الشليضه راه دغيا كتوجد، انا عاده فنسلق خضيره في الليل ونهار العيد يعني عيد الاضحى كنشحر الخضيره وكنقاد العصالات كلها، وها هي واجده عندي وكتجي منعشه ومغذيه ولذيذه. وبنفس الطريقه وبنفس العطريه غنشحر بطاطا. هنا البنات المقادير على حسب عدد الافراد اللي عندكم في الدار. خديت بطاطا صغيره غسلتها مزيان وسلقتها بالقشور ديالها ونقيتها وقطعتها عاد شحرتها، كتجي لذيذه البنات، هاد البطيطه كتجي بنينه بزاف ومحمضه، وفي التالي عاد ضفت لها العصير الحامض كتجي بنينه بنينه. يعني الا درتوها بهذه الطريقه انا متاكده بلي وليداتكم غتعجبهم وما غاديش تبقى يعني غادي تكال كلها ان شاء الله، كتجي زوينه يصدقوني. واخر حاجه غادي نشحر هي الباربا. كيف كتعرفوا راه الباربا اللون ديالها مجهد، علاش انا خليتها هي الاخر، حيت ما بغيتش نغسل المقيله ديالي، خليت نفس المقله درت فيها يعني شحرت فيها الخضيره كلها. صافي غنشحرها بنفس العطريه ونفس الزويته ونفس هذا، وقبل ما نضيف لها الحامض كنضيف لها معلقه كبيره سنيده، عاد كنضيف لها الحامض وكنطفي، كتجي لذيذه ومحمضه، وفي نفس الوقت ديك سنيده كتخرج لها الحلاوه ديالها، يعني كتجي زوينه زوينه. ان شاء الله غتجربوها وغادي تعجبكم. خديت هاد البلاطو ديموليت فيه ايبلي، كيف كتشوفوا المايونيز راه خلاته مجموع وقابط راسو. صافي ومن بعد غنستعمل هاد الاطار، هو اللي غيعاونني باش ننزل الخضار كلها في هاد البلاطو، يعني واي خضيره نزلتها كنبسط لها الوجه ديالها، وهكا كنضمن باللي راه نفس الكميه كنوزع على البلاطو كله.
وزينت هاد الشليده بدي ميني شاورما. خديت الخبز تورتيه اللي قسمته اللي قطعته دوائر، وكل دائره دهنتها بالجبن ابيض، ودرت لها طريف ديال الخس ديال السالاد فيرت، وكنت انا مقطعه صدر ديال الدجاج طريفات صغار، وشحرته بالعطريه ديال الشاورما. راه ديجا كنت قديتها معكم في القناه، انا نخلي لكم لو ليان في صندوق الوصف. صافي وقديت هاد لي ميني شاورما وجمعتهم من الفوق بمقبطات صغار، وكان الشكل ديالهم زوين، وحتى هما كيجيو لذاد وخفاف وزوينين. وهاد الشليضات سوريمي كنت انا نسيتها بيني وبينكم، فكرتني غير بنتي صغيره. خديت السوريمي قطعته طريفات، كيجي دوائر صغار، وبصيله صغير، وقطعتها طريفات صغار، والخس حتى هو قطعته، وما درت له لا ملحه لا ابزار لا والو، درت له غير العصير ديال الحامض، وخلطت هاد المكونات. حيت كيف كتعرفوا السوريمي راه مالح، يعني غير الحامض باش جا لذيذ ومحمض وزوين. وبيني وبينكم والله الا جات زوينه هاد سالاد هادي ديال السوريمي. انا من الناس اللي كيجيني سوريمي مجهد بالحق، من ضفت له هاد البصيله والسالاد فيغت والحامض، جا زوين جا بنين. الا لاحظتوا هنايا كيف قلت لكم راني نسيت لا سالاد ديال السوريمي، حتى زينت الطبق بالميني شاورما، عاد درت لها بليصه حتى هي، ونزلتها في الطبق حدا الخضيره الاخرى. وهذا هو الشكل النهائي للشليضه ديال اليوم. لويناتها كيشهي وجات راقيه في الشكل، واكيد المذاق حاضر، كتجي صحيه وجد مغذيه. غتجربوها ان شاء الله وتعجبكم، رافقوا بها شهواتكم لعيد الاضحى، علاش لا، باش ما نبقاوش ناكلو غير اللحم بوحديتو صافي. هكا الشليضه كتجي منعشه وكتساعدنا على الهضم وبالصحه والراحه. خليتكم على خير الى فيديو قادم باذن الله، وما تنساوش كيف ما ديما دعموني بلايك وابوني وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي.